وجبت حماية الجسد من التعذيب أو الأذى أو الألم، الأمر الذي يقتضي تطوير تعريف التعذيب في قانوننا الوطني، كما استوجبت حماية الجسد من كل استعمال تجاري أو علمي أو طبي لا يخضع لموافقة الشخص ولإرادته الحرة والمستنيرة، وعليه توجب إيقاف العمل بالممارسات المخلة بحرية الجسد وبحرمته، سواء ما اقتضاه القانون منها أو ما شاع في الممارسة لاعتبارات قانونية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو غيرها. أما حبيت ذكرت غبليك من مسرحية قدمناها عام 95 اللي تفرجوا فيها، اسمها عشاق المقهى المهجور. فيه امرأة في الخمسين سنة اختزلت 3 ولا 4 حريات، غبليك قصيرة اللي هي مئات الأشخاص موجودين لبرا واللي ما لقاوش بلاصة، وهذا أحسن دليل. بقعة بلاصة، شنو الفرق بالدليل؟ معناتها ما لقاوش بقعة. فرحان لورديناتريس. أنا باش نشكي بيك خاطر الباكت يقول وأنه كل واحد حر باش يختار الألفاظ اللي يحبها باش يعبر على مشاعره. Excellente, Moral. Bravo, vous avez réussi. Voilà. Et le pacte dit spécifiquement que le pacte horre, vous avez pas hâte à l'arrivée de quelqu'un. Voilà. Maintenant, je vais vous dire, il y a beaucoup de gens, Barcha, ils sont aujourd'hui le barra, où tout m'a déclin, je trouve des caricatures qui sont louées. Les caricatures, il faut remercier l'auteur, un auteur de grand talent, les Hawa, le dessinateur aussi, Hawa Taufiq Omra. Donc, الفنون الكل موجودة هنا ومريم. الأصوات الإعلامية اللي حابت تكون موجودة هنية معنا واللي نحيوها بطبيعة الحال باش تكون الألوان بتاع المجتمع المدني الكل حاضرة، زميلنا مختار الخلفي. مختار الخلفي اللي كنت بكتير كل ماتان على ماتينال دو شمس اف ام، qui écrit beaucoup, qui écrit des essais, qui écrit dans le journal Achourour. Il a subi une énorme campagne de dénigrement, on va dire, dernièrement, parce que justement, il défendait le rapport du colib. Et je pense que la personnalité de Mortal ne saurait être touchée par quoi que ce soit. Merci à toi, Mortal. Merci, Mariam. Shukran. Mariam, elle a fait ma calme, je l'ai dit. Oui, ladies and gentlemen, we had a roster of artists coming in, but we have also people of the media. Our friend Mokhtar Al-Khalfi here. Khalfi, I'm sorry. Khalfi on anglais, ça donne ça. Ça donne ça, exactly. Mokhtar has been a very vocal voice for the liberty and the equality in this country. He has been also, there has been a campaign against him. The proof it didn't work, he's here today. مختار قبل ما تكلم خليهم يقدوا الميكروف خاطر كان مركز على الغناء سينون شو تقولوا لي الميكروف تاعي نجم نغني مش بريفي في الكونديكتور المهم 5 مينوت زين انا حبيت كلمتين ساعه بعد ما نرحب بكم ونسلم عليكم الكل فعندي حاجه تفرح وتشرف برشا الفضول كبير في هالمناسبه انا قلت في اخر تدخل حول التقرير
الفرديه والمساواه ايها الحداثيون غادروا حائط المبكى لانه ينبغي الخروج من دائره الذعر من الخوف من الصراخ من النحيب من استجداء النصره من كل مكان هذه لبنه حقيقيه لبناء الحجه لتقرير الحريات الفرديه والمساواه مريم بلقاري صديقتي العزيزه من بدا يتحدث على الكذب وانا عندي كلمتين كلمه في الكذب وكلمه في الميثاق نقول لك لا عهد ولا ميثاق الكلمه الاولى في الكذب انا حاثه الحقيقه من ملش ديما نكررها ونعاودها كتبتها وقلتها في الراديو وقلتها في التلفزيون وقلتها لاصدقائي هي حاثه يرويها تحسين على استاذ احمد لطفي السيد هذه احمد لطفي السيد هو استاذ الاجيال في بدايه القرن العشرين تقدم الانتخابات محليه في مصر وكان المنافس نتاعه الشرس فلاح مصري فصيح كما يتقال الفلاح المصري الفصيح اشاع بين الناس انه احمد لطفي السيد رجل ديمقراطي والعياذ بالله قالوا له لكن شو معنى ديمقراطي قال لهم ديمقراطي يعني مراتك تبقى مراتي اي انه الديمقراطي هو الذي يسمح بتعدد الزوجه تعدد من ازواجها الصوره العكسيه لما هو راسخ في الثقافه الاسلاميه طبعا مشاو هك الجمهور اللي كانوا عندهم تقدير خاص لطفي السيد مشاو له هما احزانا متقلقين متكدرين قالوا له بالمجد يا استاذ انت ديمقراطي قال لهم بالطبيعه انا ديمقراطي وش نبقى ديما ديمقراطي وان شاء الله مع الوقت توليوا كلكم ديمقراطيين بالطبيعه الجمهور انفض على احمد لطفي السيد واحمد لطفي السيد استاذ الاجيال انهزم شر هزيمه قدام الفلاح المصري العبره في علاقه بالكذبه اذا تحب تضرب مفهوم مش لازم تحكي على المفهوم هذا وتحاجه يكفي فقط انك تعرفه تعريف خاطئ تعريف غلط وهكا يسهل ضربانه انت تمسه وهو يندك وحده هكا تقرير الحريات الفرديه والمساواه تم تلقيها في مناخ من الكذب وليس الكذب البلاغي انما الكذب الاخلاقي حتى انه تم اختزاله زورا في جزء حوايج ما همش موجودين من قبيل تقرير الحريات الفردية يتحدث على الختان على منع الختان من قبيل تقرير الحريات الفردية يتحدث على زواج المثليين طبعا هل ثم الجموع الغارقة في مشاعر الإثم والجموع الغارقة في مشاعر الخطيئة طبعا مش تصدق وتختصر التقرير في النقطة التالية حطيني بعد جاي بكار وقدام الجمهور هذا اما ليه رايت ما يشيل ما لا انا باش نعطي شويه ماء للمترجمه خاطر قعدت نخمم قبليك كيفاش تعمل زواج مثليين باللونجاج دي سين أخدم الآن قلت ماذا يكون عملنا قدام الناس اللي قدموا تعريف غلط سواء الناس اللي حكي عليهم لطفي السيد وروان لا تحسين أو احنا اليوم قدام تقرير الحريات اللي تم اختزاله زورا وبهتانا في زوز كذبات من أعلى ما يكون لكن للأسف سوق الكذب برايجة مادام الجهل المركب والمقدس هو الأعدى القسمة بأكثر الناس الحمد لله قاعدين نقدموا الآن نحو إزاحة هذا الجهل من الجغرافيا اللي قاعد يتمدد فيها أعود ماذا يكون عملنا قدام هالجموع اللي تتعايش على سوق الكذب طبعا باش نسبقوا ديما قرينة البراءة وهنا باش نحكي على نقطة من الميثاق بهيك مرادة مرادة باش متعود لك كلمك أما نتخيل في ميكروف ثم الجمهور وهمي قدامي هذا يصبرني قلت حبيت تعمل لك الترانزيسيون مرسيحة ولا لا غير مريات قرينة البراءة هي الأصل ولا يسلب الإنسان من حريته تعسفا ولا تتبع إلا
بمقتضى نصوص قانونية سابقة الوضع واضحة ودقيقة المنطوق تمكن كل شخص من تكهن نتيجة أفعاله ولا احتفاظ إلا بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وللمحتفظ به أو للسجين حقوق إنسانية تضمن احترام كرامته وعليه توجبت مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية وإعادة النظر في كل التشريعات ذات الصبغة الجزائية للحد من زجريتها وتنقيتها من الأحكام المستعملة للتضييق على الحريات وقمعها كما توجب إلغاء النصوص التي تنتهك أمان الشخص وطمأنينته ومنها فصول قمعية تعطي سلطة مفرطة للحكومة في حالة الطوارئ شكرا لكم Merci, chocolat.